السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف السادس الابتدائي مع قناتكم بي بوزيتيف مع مستر ياسر. النهاردة إن شاء الله مع آخر وحدة يونت 5 إن تاون في المدينة. معلش أنا اتأخرت عليكم بس سامحوني، كانت الظروف خارجة عن إرادتي. النهاردة هنبدأ مع الفوكابلوري في الكونفرزيشن تايم: كلاودي كثير السحب، رونج خطأ، كولد بارد، سيت مقعد، تونايت الليلة، تاون مدينة، ديجريس درجة الحرارة، فاميلي أسرة أو عائلة، مستر أستاذ، بيتر أفضل، سيريوس خطير أو جدي يعني حاجة جدية، فلو إنفلونزا، باي مع السلامة، تيك كير اعتني بنفسك، فاين بخير، رين مطر، هير يسمع، دوين بيتر تتحسن حالتها، I'd better من الأفضل لي، maybe ربما، I'm sorry يؤسفني، think يعتقد، that's right هذا صحيح، have a seat تفضل بالجلوس، today اليوم. Repeat after me: cloudy، wrong، cold، seat، tonight، town، degrees، family، Mr. Better Serious Flu Buy Take care Fine Rain Here Doing better I'd better Maybe I'm sorry Think That's right Have a seat Today الأفعال verbs في الـ present: think الماضي منها، في الـ past thought think thought، start يبدأ الماضي منها started، rain تمطر الماضي منها rained، hear يسمع الماضي منها heard، well سوف الماضي منها would، look ينظر الماضي منها looked، think thought start started، rain rained hear heard well would look looked. نبدأ بالمحادثة بتاعتنا. المحادثة بتتم بين كمال وبين مستر سامي. كمال أول ما وصل عند مستر سامي بيقول له هاي مستر سامي، هلو كمال، هاف ا سيت. رد عليه مستر سامي قال له هلو كمال، هاف ا سيت. قال له ثانكس، او اتس كولد توداي، ذاتس رايت اتس 23 ديجريز، واو، دو يو ثينك اتس جوينج تو رين، ميبي اتس جيتينج كلاودي. So how is your family, Kamal? They are fine, but my sister has the flu. I'm sorry to hear that. It's not serious. She is doing better today. Look, it's starting to rain. I'd better go home. Take care, Kamal. Bye, Mr. Sami. طبعا هناخد المحادثة بالتفصيل بس نقولها مع بعض كده علشان نتعلم نطقها صح. واحدة واحدة هقول الجملة وانت تقول ورايا. Hi, Mr. Sami. Hello, Kamal. Have a seat. Thanks. Oh, it's cold today. That's right. It's 23 degrees. Wow. Do you think it's going to rain? Maybe. It's getting cloudy. So, how is your family, Kamal? They are fine, but my sister has the flu. I'm sorry to hear that. It's not serious. She is doing better today. Good. Look, it's starting to rain. I'd better go home. Take care, Kamal. Bye, Mr. Sami. نبدأ ناخد المحادثة صورة صورة. أول صورة عندي: Hi, Mr. Sami. أهلا Mr. Sami. أستاذ سامي. طبعا ببدأ مقابل اي حد بقول له هاي او هلو، الاثنين واحد معناها اهلا. رد عليه قال له هلو كمال، هاف ا سيت، اهلا كمال. وبعدين عزم عليه انه يقعد، قال له هاف ا سيت، تفضل بالجلوس. طبعا واحد عزم عليك هتقول له ثانكس، شكرا.
بعدين ابتدى يتكلم عن الطقس، قال له Oh, it's cold today. الجو بارد النهاردة، إن الجو بارد اليوم. قال له That's right. هذا صحيح. It's 23 degrees. إنها درجة الحرارة يعني 23 مئوية. طبعا degrees هنا ده احنا بنستعمل الجملة دي في التعبير عن درجة الحرارة. It's 23 degrees. It's 30 degrees. It's 35 degrees. بتقول it is وبعدين تحط رقم درجة الحرارة وتقول degrees في الآخر. واو. Do you think it's going to rain؟ هل تعتقد أنها سوف تمطر؟ Do you think it's going to rain؟ لما تسأل واحد عن فكرة معينة تقول له Do you think؟ هل تعتقد؟ It's going to rain هنا استعملها في المستقبل القريب. Going to سوف. قال له maybe ربما. ربما بنستعملها في الحاجات اللي فيها احتمالية من الممكن. maybe ربما. it's getting cloudy لقد بدأت أنها إيه تكثر من السحب، ابتدت تغيم يعني. it's going it's getting cloudy. so how's your family كمال؟ إذن كيف حال عائلتك يا كمال؟ أخبار أسرتك عاملة إيه؟ so how's your family كمال؟ قال له they are fine. خلي بالك هو لما سأله سأله بإيه؟ بإز، لأنه سأله عن الأسرة. ولكن كمان لما هيرد عن الأسرة كأفراد، فاستعمل الجمع. قال they are fine، هم بخير. ما قالش it is fine، قال they are fine. but ولكن my sister أختي has the flu، عندها إنفلونزا. وقلنا إن مع الأمراض verb to have معناه يعاني من، لأن احنا قلنا إن has و have بيجوا معناهم يمتلك للأشياء أو يتناول للأكل أو يعاني من في الأمراض. I'm sorry to hear that. يؤسفني سماع ذلك. دايما الأجانب كده لما بيسمع خبر وحش يقول I'm sorry. هو ده مش اعتذار، هو بس مشاركة كده، مواساة لسماع خبر للطرف التاني، ما يكونش خبر جميل، فبيقول له I'm sorry يعني أنا حزين، زي كلمة I am sad، بس هما بيستعملوش I am sad، يقول I'm sorry. I'm sorry to hear that. يؤسفني سماع ذلك. قال له It's not serious. ليست بالأمر الخطير، يعني الموضوع مش، ما تاخدش الموضوع جد، يعني هي إيه إنفلونزا خفيفة. It's not serious. She's doing better today. إنها تتحسن اليوم. Doing better today. إنها بتتحسن، يعني ابتدت إيه تفوق شوية. look انظر. it's starting to rain. وقلنا look من الكلمات التي تدل على زمن المضارع المستمر. it's starting لقد بدأت to rain تمطر. I'd better go home. من الأفضل لي أن أذهب إلى البيت، أفضل الذهاب للبيت. take care كمال. خلي بالك من نفسك كمال، اعتني بنفسك. قال باي مستر سامي. مع السلامة يا أستاذ سامي. ده كان الكونفرزيشن بتاع وحدة النهاردة، وسامحوني أنا مش هقدر أطول علشان عن الكحة وكده، فإيه سامحوني إن أنا مش هقدر أشرح بالتفصيل، لكن أنا عشان الناس متزعلش بس، لأن إيه اتأخرت جامد والامتحانات قربت. الورد تايم. feed the birds. read a newspaper. take medicine. meet a friend. visit a museum. take the underground. give a speech. take a math test. bake bread. get a haircut. دي الكلمات الواردة في درس الورد تايم، وناخدهم كده بالمعاني. birds طيور. newspaper الجرايد. medicine الدواء. friend صديق. museum متحف. underground مترو الأنفاق. speech خطبة. math test اختبار رياضيات. bread خبز. haircut قصة شعر. cafe مقهى، طبعا الكوفي اللي هي القهوة، أما الكافي ده اللي هي المقهى أو الكافيتيريا. دولار اللي هو الدولار. weekend عطلة نهاية الأسبوع. bakery مخبز. معايا birds newspaper medicine friend museum underground speech math test
bread, haircut, cafe, dollar, weekend, bakery. ونتنقل لل Picture Dictionary، القاموس المصور. Feed the birds، يطعم الطيور. Feed the birds. يقرأ الجريدة. Read a newspaper. Read a newspaper. يأخذ الدواء. Take a medicine. Take a medicine. يقابل صديق. Meet a friend. Meet a friend. يزور متحف. Visit a museum. Visit a museum. يأخذ مترو الأنفاق. Take the underground. Take the underground. يلقي خطبة. Give a speech. Give a speech. يأخذ امتحان رياضيات. Take a math test. Take a math test. يخبز الخبز، العيش يعني. Bake bread. Bake bread. يحصل على قصة شعر. Get a haircut. Get a haircut. ده بالنسبة للword time. بعد كده بنروح على الفوكس تايم، الفوكابلوري. تايم، وقت أو مرة. once، مرة واحدة. twice، مرتين. three times، ثلاث مرات. day، يوم. week، أسبوع. how often، كم مرة. time، once، twice، three times. day، week، how often. نسمع شهور السنة. listen and read. استمع وأقرأ. January, January. February, February. مارس, March, March. أبريل, April, April. مايو, May, May. يونيو, June, June. يوليو, July, July. أغسطس, August, August. September, September, September. October, October. November, November. December, December. نقولهم كمان مرة. بالنسبة مع how often، how often ده سؤال أنا بسأل بيه عن عدد المرات، يعني كم مرة أنت عملت الحاجة دي. how often، how often أنا بجاوب عليها بطريقتين، بجاوب عليها بطريقتين. الطريقة الأولى عندي أنا بستخدم عدد المرات، يعني بقول أنا عملت الحاجة دي كم مرة. مرة واحدة once، مرتين twice، أو ثلاث مرات three times، أو أربع مرات four times. يعني أنا بكرر الحاجة دي كم مرة. once، twice، three times، four times، five times، six، وهكذا. تمام، دي الطريقة الأولى. يعني مثلا عندي مثال: how often do you fly abroad؟ أنت كم مرة بتسافر للخارج؟ فأنا هرد هنا هقول I fly abroad once a month، مرة في الشهر. أنا بسافر للخارج مرة في الشهر. I fly abroad twice a month، أنا بسافر للخارج مرتين في الشهر. I fly abroad three times a month، أنا بسافر ثلاث مرات في الشهر. I fly abroad four times a month، أنا بسافر أربع مرات في الشهر، وهكذا. يبقى دي الطريقة الأولى، أنا بذكر عدد المرات اللي بكرر فيها الحدث. طيب فيه طريقة تانية؟ أيوة، في طريقة تانية. احنا خدنا في الـ Present Simple المرة اللي فاتت، خدنا النسب المختلفة للكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط، وقلنا ان الكلمات عندي هنا always بنسبتها 100%، usually 90، often 75، sometimes 50، hardly ever 10%، never اللي هي 0%. ودينا امثلة على الموضوع ده بالصلاة في الجامع، واحنا عملنا سؤال عليها هنا وقلنا how often does he pray in the mosque، كم مرة بيصلي هو في الجامع. فالإجابة الأولى هنقول he always prays in the mosque، هو دايما بنسبة 100%. he usually prays in the mosque، هو عادة بنسبة 90%. he often prays in the mosque، هو غالبا يعني في الأغلب الأعم. he sometimes، هو أحيانا. he hardly ever prays in the mosque، نادرا ما بيروح الجامع. he never prays in the mosque، هو عمره ما راح صلى في الجامع. يبقى دي الطريقة التانية، ان انا بجاوب على عدد المرات، كم مرة هو يفعل كذا، بقولها بالنسب: دائما، عادة، غالبا، احيانا، نادرا، ابدا. دي الطريقة التانية. يبقى انا كده خدت طريقتين في الاجابة على how often، مرة بعدد المرات ومرة بالنسب. يعني السؤال اهو هجاوب عليه بالطريقتين:
السؤال الأول اللي خدناه في البداية، how often do you fly abroad؟ كم مرة بتسافر للخارج؟ هقول I fly abroad once a month، مرة في الشهر، أو بالطريقة التانية I بالنسبة للجزء sometimes الخاص fly abroad. بالريدنج تايم الفوكابلوري بيست ولد مزعج بيست كبير big بدون without فصل class أكبر older صبور patient صبور patient وقت time عدل fair أشياء things انتباه attention مجنون crazy مشكلة problem صغير الحجم little أخ brother كثير جدا very much لأن because أسنان teeth بعض some أصغر younger أولا first من الأول best big without class older patient time fair things attention crazy problem little brother very much because teeth some younger first. الريجولار فيربس الأفعال المنتظمة في البريزنت والباست follow الماضي منها followed bother يضايق الماضي منها bothered ask يسأل الماضي منها asked want يريد الماضي منها wanted brush الماضي منها brushed borrow الماضي منها borrowed use الماضي منها used followed bothered asked wanted brushed borrowed used. ال irregular verbs الأفعال الشاذة take talk spent find found forget forgot had to can could grew up tell told. نبدأ فقرة ال reading time. هنا عندنا خطاب بعتاه واحدة لواحدة اسمها سارة، يبدو ان سارة دي دكتورة او حاجة بتحل المشاكل الاجتماعية او كده، فبتقول لها dear سارة عزيزتي سارة I am 13 years old انا عندي 13 سنة and I have a big problem عندي مشكلة كبيرة my little brother اخويا الصغير is a pest ولد مزعج he follows me all the time هو يتبعني طوال الوقت and always bothers me ودايما بيضايقني and my friends وبيضايق صحباتي he goes into my room دايما بيدخل الأوضة بتاعتي and takes my things ويأخذ أشيائي without asking من غير ما يسأل من غير ما يستأذنها يعني my mom tells me أمي قالت لي to be patient أن أكون صبورة because I am older علشان أنا الأكبر It's not fair. هذا ليس عدلا. What can I do? ماذا أستطيع أن أفعل؟ نقولهم تاني كده بالعربي. هي بتقول إن عندها 13 سنة وعندها مشكلة كبيرة. أخوها الصغير دايما مزعج وبيمشي وراها على طول لازق لها كده ويدخل الأوضة ياخد حاجتها من غير ما يستأذنها. دايما بيضايقها وبيضايق صاحبتها. ماما بتقول لها خليكي صبورة علشان أنتي الكبيرة. هي حاسة إن ده مش عدل. بتقول لها أنا أعمل إيه؟ نقولها تاني إنجليش بس. I am 13 years old and I have a big problem. My little brother is a pest. He follows me all the time and always bothers me and my friends. He goes into my room and takes my things without asking. My mom tells me to be patient because I am older. It's not fair. What can I do? Going crazy. يعني خلاص هتجنن. Going crazy. طبعا سارة ردت عليها فبتقول لها دير كريزي عزيزتي المجنونة طبعا بتهزر معاها دير كريزي عزيزتي المجنونة your little brother loves you very much أخوك الصغير بيحبك كثيرا جدا and wants your attention وعايز يلفت انتباهك spend time with him قضي وقت معاه tell him he can use your things but he
has to ask first, but he has to ask first. خليه ياخد الحاجة بتاعتك، قولي له انت ممكن تاخد الحاجة بتاعتي بس تستأذني الأول. Help him find some friends، ساعديه ان هو يكون صداقات. And don't forget، وما تنسيش، he will grow up، هو هيكبر، يعني مش هيفضل طول عمره كده. سارة، نقول الكلام اللي قالته تاني بالعربي. بتقول لها عزيزتي المجنونة، أخوك الصغير بيحبك كتير وعايز يلفت انتباهك، قضي وقت معاه، قولي له إن هو يقدر ياخد الحاجة بتاعتك بس لازم يستأذن الأول. ساعديه إن هو يكون صداقات، وما تنسيش إن هو هيكبر في المستقبل. نقولها كمان إنجليش. Dear crazy، your little brother loves you very much and wants your attention. Spend time with him. Tell him he can use your things but he has to ask first. Help him find some friends and don't forget he will grow up. سارة، أتمنى إن الشرح يكون عجبكم الوحدة دي، وسامحوني أنا ما قدرتش أطول في الشرح علشان الظروف المرضية، لكن إن شاء الله تتعوض في حلقات تانية بإذن الله، وفي الترم التاني هنتقابل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.